الفتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خير؟ شو في من على بكره الصبح؟ ليش لابسه ملايتك ضابه بقشتك؟ تعرفت لك البيت الك ولعروستك الجديده، ما بدي نغص عليك عيشتكم. شلون شلون؟ لعروستي؟ انا ماني جبه ولا لي نايمه على ادني، شايفه وعرفانه كل شيء عم بيصير. لا حول ولا قوه الا بالله، وشو اللي عم بيصير؟ شايفه المكاتب اللي عم تجيك منا، وشايفتها بعيني هي وهي طالعه من عندنا من البيت. ساره انت مالك فهمانه شيء؟ لا فهمانه، بعدين القصه ما بدها مفهوميه، ست الحسن والدلال بتجيب لك المكاتب وبتقول لك لا تخبر حدا. ولك ساره وطي صوتك، الحكايه كلها غير هيك. لا تضحك علي، انا شايفه شو عم بيصير بحالك. كل ما اجاك مكتوب من هي لموظه، لك انت يا كبيرك يا عقيد الحاره، بتقبلني وحده فازت على بيتك لوحدي؟ اوعك اوعك تكملي، امشي معي لشوف. امشي امشي معي لشوف، امشي لورجيك الصغر احلى. فوتي فوتي عم تقولي لي عروستك ما؟ رح ورجيكي من عروستي. عروستي شرفي، اقريهم لمكاتيب الغرام، اقريهم لشوف. عندك ولد منا كمان؟ استغفر الله العظيم على النهار، استغفر الله العظيم على النهار. اسمعيني منيح يا بنت الناس، اسمعيني منيح، هي الرسائل من صاحبي أدهم، صاحبي اللي حكيت لك عنه. أدهم هلأ مرمي بالمشفى قد ما عذبوا الفرنساوي، واللي عم يجيب لي هي الرسائل ممرضة بالمستشفى، بنت بلد واخت رجال، وعم تخاطر بروحها مشاني ومشانه ومشان البلد. اللي بدي اقول لك اياه هلا ما حدا بيعرفه، وما بدي حدا يعرفه الا ايش كان صابني شيء. بعيد الشر عن قلبك ابن عمي. عهديني ساره، عهديني. الله يحميني اياك. ايه بعهدك، بعهدك بروحي انه ما يطلع من بيننا. سامحني والله ما قصدي، كنت عرفاني حالي غلطاني. ايه لحت لك لقمة تاكلة. شو؟ ولاد تعال عند ابوك لشوف اورام. اورام بتعرفي سارة خيرية الله يرحمها لما نوصت انه جودي ربع عندي قاعد عرفانة بمين أمي. جود مثل ابني، ابني اللي ما خلفته من بطني، وانت وياه اغلى شيء عندي بالدنيا وبموت بلاكم. الله يخلي لي اياكي، انا بدي اتيسر وش كان صابني شيء وصيتي اليك جود. لا تحكي هيك ابن عمي، روح الله يحميك ويراجعك سالم غانم الي ولا جود. ادعي لي ابو جود، ادعي لي. انا وافا قبل اعطيني بوسه. بخاطر. مع السلامة. هاي الأمانة؟ هي هي. شو رح تعمل؟ رح أطمرها هون. يلا رح سخن لك مي قبل ما تخلص. لك استني شوي قبل المي، اسمعيني مني. أمرني. الأمانة ما بتنفتح. ولو شو ما صار معي هذا عهد عهدت عليه أدها. حاضر يا ابن عمي. استني استني، شبكي مستعجلة؟ من عبكرة الصبح بدي وصلك على مستشفى الطلياني، وهنيك بتسألي عن الممرضة وداد. عرفتيها لوداد؟ ضرتك ما غيرها. يبعث لك الهنا ابن عمي. ايه شو بدي إلها؟ تقلي لها تخبر أدهم إنه الولد صار بحضن أمه وبتسألية عن حالته. حاضر رح سخن لك مي. دس الولد صار بحضن أمه، خبري لأدهم وطمنينا عن حالته كيف صار. والله حالته ما بتصير، الله لا يوفقه، ما جابوا لعنا غير على اخر نفس. الله يعافي ويهد ايديهم يا حق. ليكي اي شيء بيصير عليه بياثر على ادهم، اذا قدرتي تروحي تخبري لي معتز من قوما من عيوني. تسلم عيونك. هدول الدوسين من اخت لاختها، وبدي اياكي تسامحيني. عشو؟ بدي اياكي تسامحيني وبس. سامحتك. انت كتر خيرك. ايه يلا بخاطرك. لان تعا شو فرفش. ما شاء الله. اي والله الحمد لله الحمد لله. ابن عمي. ايه بدي اعمل شغله. قليلي.
بدي اعمل موله على روح النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، بس ليش الموله؟ ما فهمت. على نيه الفرج والتيسير، وانه هالصغير يضل بخير ويرجع لاهله. امين، اللهم امين. بس لك يا سعاد، يعني والله احوال الناس ضيقه لنا، ما على شيء، هالمصاري حتعطيه على الموله، وزعيها على الفقراء وعلى نفس النيه. حوزع تقبرني، حوزع واعمل موله ومن حرمان. على عيني براسي، خلص وحيات هالعين من حرماني انا. حتصير اللي بدك اياه. تقبرني. ليش انا مين الي غيرك؟ الله يخليك يا تاج راسي. الله يخليك يا ابي. انت ولا صغير. ولك ازعار. جاي جاي. نبي؟ كيفك يا بيت؟ الله محييك. خذ الطريق احسن. فوت يلا يلا. اي والله يا عقيد، اي والله. الشباب منه شيء هرب وشيء مسكوا الفرنساوي، بس ادهم. ادهم طلع بطل ومسك حاله منشان ينفذ الشباب، يعني رمى حاله بين ايدين الظلام لحتى ينفذون. مو جديده عليك نبيل. لا والله مو جديده. أدهم نفذني من الموت مرتين على إيدي الفرنساوي، وقالوا دين برقبتنا كلياتنا. أخي معتز، أنت بتعرف الحكاية القديمة، والفرنساوية دايرين وراه مشان هديك الشغلة، وعذبوه عذاب، عذاب ما بتتحمله جبال. سمعت عن حالته، وسمعت شو عاملين فيه ولادين الكلب. أخي معتز، شو بدنا نعمل؟ يعني بدنا نتركه هيك؟ لا شو نتركه؟ بس فوتتنا على المشفى، بدها ترتيب. بدها ترتيب من جوا المشفى قبل براتها. يا عيني عليك، هذا الكلام الصح، لازم ترتيب من جوا. هو هو شغلي. يا الله بعون الله ميسرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بكي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ كنت طلعوا أدهم من المستشفى؟ كنت عم تسمعي علينا؟ لا والله ابن عمي، بس صوتكم كان عالي. هذا حق أدهم علينا يا سارة. ما اختلفنا ابن عمي، بس هذا الزلمة في وراه حبل مشنقة، والفرنساوي صار له غرض معك. يعني لا يعني ولا غيره. أدهم له دين برقبتي وبرقبة كتير رجال، وما رح كن ولا رح اهدى لخلصه من حبل المشنقة، ولو كان وراها مشنقتي. أنا ما بعيش وبتهنى على حساب ووجع دم رفيقي. تقبر قلبي إيه؟ بعيد الشر عن قلبي. ليه بقى تقولي هذا الكلام؟ الله يحميك. يا هلا عدية. لكن ان شاء الله بيسلموا ايديكي. الله يسلمك خالتي. خالتي
بنتي انت ليش ما رحتي على العريس؟ هلا بيعتبوا لك يا اهل العريس. لا تخافي ما رح يعتبوا، بكره بروح على المباركه وبقوم بواجبه. بعدين العراس للصبايا، انا راحت عليه. خالتي انت ما رحتي على العرس مشاني مو هيك؟ لا يا ستي مو مشانك، هلا بيجي عمك ابو حازم وما في مين يحط له عشاء. انا بحط له عشاء. وش كان بدك ياني ارتاح؟ تلبسي وبتروحي هلا على العرس. وانت ايش كان بدك ياني ارتاح وارضى عليكي؟ بس تخلصي قهوتك بتقومي بتعملي لنا ابريق شاي بالقرفه وبتحطي لنا شويه جوز مشان نتسلى، وانا قايمه اجيب البرسيس مشان اغلبك. انا ما حدا بيغلبني بالبرسيس النوم. Thank you.